كنشكروا الجمعيه ديال ايغوردان وجمعيه مع تنسيق جمعيه فونكي لحمايه كشف السكر، وكنشكروا بعض الجمعيات اللي تعاونوا معنا تسندوا معنا حتى هما، والناس الضيوف كنشكرهم وراجعوا عندنا الناس بعض رؤساء الجمعيات وبعض المنظمات الحقوقيه، وكنشكروا الناس كاع اللي ساهموا من الناس ديال غوردان فهمتي، راه وقفوا وقفه رجل واحد، وكنشكروا هاد الناس بالاستقبال ديالهم وبكرامه ديال الضيف. كنشكروا بعض الجمعيات اللي جاوا عندنا من اورير كضيوف، وحنا هاد الحمله قمنا بها فيها كشف ديال السرطان الثدي وفيها ديال عنق الرحم وفيها كيتصادف اليوم العالمي لداء السكر وفي نفس الوقت سرطان كشف الثدي فهمتي في نفس الوقت. وكنشكروا هاد الناس بهاد المبادره، وكنتمناو الدوم تكون في بعض القرى لان الناس هنا محرومين، كاين اللي ما كيزعمش يمشي عند الطبيب، كاين اللي عنده شي ونسيسه ولا شي حاجه ما كيزعمش كيبقى موده، ولكن ملي كتجي عند بلاد متقرب ليه وداك الشيء ماشي بحال فهمتي. كنشكروا هاد الناس بعدا اللي قايمين بهذه المبادره، الله يجزيهم بخير، والناس اللي ساعدونا كل واحد في السميه ديالو الله يجزيه بخير، وهادو ديال التنسيق ديال هادو ديال حمايه المستهلك ديال السكر الله يجزيهم بخير حتى هما، راه الناس فرحوا واستفدوا تقريبا على تقريبا 200 واحد ولا 200 وشي حاجه فهمتي، الله يجزيكم بخير. كنشكر القناه ديال الدار حتى هي على المسانده ديالها الله يجزيكم بخير. مساله اخرى فيما يخص العدد ديال المستفيدين والاقبال. عدد المستفيدين كاين الناس فهمتي كيفاش؟ عدد في الصباح حصينا 120 واحد فهمتي، في الاخر كثر البشر فهمتي تزاد بنادم صافي فهمتي، مع كاين اللي يدوز على السكر وكاين اللي يدوز على السرطان الثدي فهمتي، كاين عنق الرحم وكل واحد داك الشيء اللي عنده الله يجزيكم بخير. وكنتمنى تكون شي وحده يكون فيها الدواء ويكون فيها فهمتي، كنتمنى ان شاء الله تكون شي حاجه احسن من هكا ان شاء الله. هاد المبادرات مزيانين خصوصا في هاد البوادي. فيما يخص الدواوير والاحياء اللي استفدوا من هاد الحمله ممكن هاد الدواوير، كاين المجاور، كاين اسرن، كاين تمروت، وكاين تقادير موسى ياك، وكاين هنا غوردان، وكاين ناس جاو من اورير، كاين ناس بزاف ديال اورير هنا، كاين جاو الناس من تمراخت فهمتي. بسم الله الرحمن الرحيم، مركنت ابراهيم عضو جمعيه تافولكي دا السكر. اليوم درنا الحمله في غوردان بالتنسيق مع جمعيه ايت الفاسي غوردان والمدوبيه ديال الصحه ديال اكادير. والحمد لله راه المساله دازت بخير وعلى خير، كلشي ناضي كلشي الحمد لله وشكرا. وكل الصفحة ربي الله يرحم الوالدين، عطي الخير هذا نتمنى بداي اللي غير كتغلب هذيا، نكون يعني والدين زوج غير شاغله، عطي نفتوش لبعد، نفتوش اسم السبيطار، عطي نفتوش والدين كنا رقوق ونضلاب زوج غير شاغله، بداي اللي غنبوس لباديات، وكل الصفحة ربي تستافد غير 250 واحد غير تستافد غنبوس خمغارين ولا الكاز ولا عضوني في ربي الخير وكل الصفحة ربي. ما كلوش الزريط غنبوس الكيلو. كي الزريغه والي الزريغ السكر، الزريغه التانسيو، الزريغه الويسيس ومكرد، وكل الصبح ربي، الله يغفر ربي الخير ونضرب ربي، أفضل تشكار مغيكا. أركن كلو تشكار، تشكاري طبيب، نورو كل يد نغبي الدنين، ورو كل يد الجمعية، ورو كل يد تمزير تقول، أركن كلو تشوف محبابي يكون كل ما تدي أنا دار نصيد، أتي ناس من ربي الخاطر نص، كوكوني كيربي البركة يكثر الروايس يكثر المجاهدين، كلو كنا كل يد تمزير تنغ، ورو كل وليد نغبي الدنين يا نسيان، كلو كنا حفظ البوست كنرنا منين ورث. كما كتعرفوا أن النساء هن نبض الحياة وعماد الأسرة، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اليوم كان حضور كبير جدا بالنسبة للعنصر النسوي كذلك الرجال، الحمد لله الحملة التحسيسية التوعوية لسرطان الثدي وعنق الرحم، كذلك كان قياس الضغط الدموي وكذلك قياس السكري.
الحمد لله كما قلنا لكم سلفا لقات واحد الاقبال اللي هو كبير كبير بزاف، بحيث اننا جاونا الناس من تغازوت ايغوردان تماروت كذلك اورير وتمرغت. وتنشكر من هذه المناسبه جمعيه تيويزي اي تفاسي وكذلك الجمعيه ديالنا جمعيه تفاوت لذوي الاحتياجات الخاصه كذلك جمعيه افولكي لداء السكري، ولا ننسى ضيف الشرف جمعيه الكرم للسيده لطيفه المراش. شكرا جزيلا لكم وكنتمنى من الله عز وجل يوفقنا ويوفقكم لما فيه الخير لنا ولكم. السلام عليكم ورحمه الله. ثم نشكر جميع الناس الضيوف ديال اللي جاوا عندنا. الحمد لله احنا كجمعيات اعضاء جمعيه التويزي اي تلفاسي كنشكرهم جميعا، هما اللي سهروا على هذا الخير حتى القافله، حتى ان شاء الله كون المسائل كون شي هما هذوك. وكنشكر جمعيه افولكي ضد السكري والناس الجمعيات الاخرين اللي معنا، ممكن نشكرهم بالسميه ديالهم السيده شيماء واسماء التواتي السيده خديجه وجميع الناس ديال رجال الامن اللي جاوا عندنا الدرك رجال الامن القوات المساعده اعضاء الناس ديال الجامعه اللي وفرنا لي زابيلانس والترانسبورت اللي كيجيبوا الناس. وكنشكر الممثل ديال السكينه السي محمد بن العواد والحمد لله والناس ديال الدوار كاملين كنشكرهم بواحد واحد. الحمد لله القافله نجحت مزيان الحمد لله. القضيه هو داكشي اللي بغينا الحمد لله، ما كاينش شي مشاكل عندنا. جاوا الناس ديال الدوار، الناس ديال تكادير تموسى، والناس ديال تمصايت، الناس ديال تماروت والدوار المجاوره، جاوا الناس من اورير. الحمد لله القضيه بخير وعلى خير وكنتمنى ان شاء الله المزيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حسين حين رئيس جمعيه الكيده السكري، اول حاجه كنشكروا الناس المندوبيه اللي داروا فينا الثقه وداروا معنا شراكه باش نعاونوا في هذه الحملات. جمعيه الكيده معروفه بانها كتعبر السكر وكتعبر الطونسيون وكتمشي مع المريض، ولهذا فينا التنظيم ديال اليوم الحمد لله داز بخير وعلى خير بمشاركه تقريبا مشينا ل 200 واحد في الصباح. راه داو لنا بواحد الناس بواحد الخطره بواحد الكثره الحمد لله، كلشي داكشي داز بخير وعلى خير. جمعيه تيوزي دارت الخدمه ديالها نسخنا معها نعمه الجمعيه، وما نساو الناس ديال الدوار وما نساوش الناس ديال الدوار ديال ايغوردان حتى هما كلمه واحده رجل واحد الحمد لله. وما نساوش الجمعيه ديال تيفاوت الاخت اسماء التواتي حتى هي بالجمعيات كاع اللي قلنا وخصوصا هادو لانه جاو داروا معنا ريد في ليد والحمد لله. هاد العمليه دازت بخير وعلى خير وكنتمنوا من المديريات الصحه في هذا المنبر هذا يتعاونوا معنا بجوج بحال هاد المسائل. حنا ان شاء الله راه غنوضعوا لهم شراكه معاهم كما داروا معنا كما قالوا معنا، وان شاء الله المسائل غادي يمشيو بخير وعلى خير. وبغينا كاع الجمعيات اللي كاينين فوري ولا خارج اوري ولا تمنغت ولا فيما كاينين يتصلوا معنا وحنا نجيو ندير عندهم حملات ديالهم في الدوار. والحمد لله اليوم بعدا راه اكتشفنا اكتشاف ديال ربعه ديال الناس عندهم السكر وما جايبين خبار، راه هذا هو هذه هي التوعيه. هادشي اللي ما كنا كنتظروا لقيناه هنا، ما كناش كنتظروا بان السيده ما عمرهم مشاو فيه السيد وثلاثه ديال النساء ما عمرهم مشاو عند اطباء لا والو واكتشفناهم في هذه الحمله. هذه هي الحمله، هذه هي المهمه ديالها. ولهذا كنشكروا الجميع اللي تعاون معنا من كبير وصغير وكنديروا الثقه الكامله في الناس اللي كيتعاونوا معنا والناس ديال الجماعه ديال اورير. والله ينسي سيدنا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.